مشاهدينا، أخبار الثامنة من الموريتانية وأبرز عناوينها الليلة. رئيس الجمهورية يستقبل بالقصر الرئاسي المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، وتعزيز عمل المنظمة يتصدر جدول اللقاء. مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية. الوكالة الوطنية التضامن تطلق من مدينة ألاج أشغال اليوم التشاورية الإقليمية لإعداد إطار الشراكة في المجال الزراعي والرعوي بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي. أهلا بكم إلى التفاصيل. استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز صباح اليوم بالقصر الرئاسي السيد حامد جان ساميغا المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، وتناول اللقاء سبل تعزيز عمل المنظمة خدمة لمصالح الدول الأعضاء. جرت المقابلة بحضور وزير النفط والطاقة والمعادن السيد محمد عبد الفتاح والمفوض المساعد لمنظمة استثمار نهر السنغال السيد أحمد والعبد الفتاح. وأدلى المفوض والسامي لمنظمة استثمار نهر السنغال في أعقاب المقابلة بتصريح قال فيها: حظينا ظهر اليوم أنا المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال أحمد جان ساميغا حامد جان ساميغا رفقة أخي وصديقي المفوض السامي المساعد باستقبال من طرف رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وهو شرف كبير لمنظمتنا، وقد طلبنا هذا اللقاء مباشرة بعد اختيارنا خلال مؤتمر القمة الأخيرة لقادة الدول الأعضاء المنعقدة في كوناكيري. وأضاف: جئنا للاستماع إلى نصائح وتوصيات صاحب الفخامة، قد استفدنا من نصائحه وتوصياته، ودعانا صاحب الفخامة للقيام بكل ما بوسعنا لمصلحة هذه المنظمة التي تجمع موريتانيا، غينيا، السنغال ومالي، وأن تكون المنظمة على قدر مسؤولية تثمين وتنمية موارد حوض نهر السنغال، تنمية اقتصادية واجتماعية من أجل السكان. صدق مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز على مشروع قانون يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية. واستمع المجلس إلى بيان يتعلق بإطلاق الحملتين السنويتين لتحصين المواشي والتحسين الوراثية، ونتابع فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 14 سبتمبر 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ول عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية. ويعهد لهذه المؤسسة العمومية بتسيير الأموال والأصول المجمدة بمقتضى القوانين الوطنية المتعلقة بمكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتفادي تدني قيمتها بانتظار استكمال المسطرات الجنائية وصدور أحكام تنص إما على المصادرة النهائية لها أو على استرجاعها من قبل أصحابها. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدمت وزيرة البيطرة بيانا يتعلق بإطلاق الحملتين السنويتين لتحصين المواشي والتحصين الوراثي. ويتمثل الهدف الشامل لهاتين الحملتين في تحسين وتأمين المنتج الحيواني من خلال ضمان حالة صحية مرضية للمواشي والتحسين الوراثي للمنتج للأصناف ذات الأهمية من البقر والإبل والأغنام. وقدم الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بيان يتعلق بإيجار حصري لقطعة أرضية في المنطقة الشاطئية لصالح منظمة ترانس أفريكا بايبلاين إنكو،
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية: وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الإدارة المركزية، مديرية الإسكان، المديرة مريم منتبومبا مهندسة مدنية إطار بنفس الوزارة سابقا، مديرية العمران المدير حمادي محمد حاصل على شهادة ماستر 2 في علوم وتقنيات الفضاء، مديرية الإصلاح الترابي المدير محمد مصطفى دينة مهندس معماري، وزارة التجهيز والنقل الإدارة المركزية المديرية العامة للنقل البري المدير با دنبا محمد محمود مدير النقل البري سابقا خلفا للشيخ نقواد الذي استفاد من حقه في التقاعد، المدير العام محمد الأمين والمرابط المدير الجهوي للتجهيز والنقل بولاية داخلة واذيبو سابقا خلفا لعثمان والمنان الذي استفاد من حقه في التقاعد، مديرية النقل البري المدير المهابة والسيدي رئيس مصلحة الرقابة والتفتيش التقني سابقا، منسق مكتب الرقابة الطرقية بو أحمد والنافع رئيس مصلحة مركز امتحانات رخص السياقة سابقا، الإدارة الجهوية المديرية الجهوية للتجهيز والنقل بولاية داخلة واذيبو المدير بوبا والمحمد رئيس مصلحة رخص السياقة سابقا. وقد علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين وللشيخ ووزيرة البيطرة سيدة فاطمة فالم التصوينة على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والقوانين والبيانات، من بينها بيان يتعلق بالحملة السنوية لتحصين المواشي والتحسين الوراثية. وبيّن الناطق الرسمي أن البعض يحاول إعطاء زخم كبير للتقارير السلبية التي تكون في بعض الأحيان معدة من طرف هيئات غير رسمية. بدورها بيّنت وزيرة البيطرة أنها قدمت بيانا يتعلق بالحملات السنوية التي يقوم بها القطاع لتحصين المواشي ضد الأمراض الفتاكة والتحسين الوراثي، مبرزة محورية الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطنية. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا المؤتمر الصحفي كاملا بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. وإلى ولاية البراكنة، حيث أشرف المدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمكافحة آثار الاسترقاق وللدمج ولمحاربة الفقر صباح اليوم بمدينة ألاقة على إطلاق يوم التشاور الإقليمي لإعداد إطار الشراكة بين مجموعة البنك الدولية وبلادنا تحت شعار الزراعة والثروة الحيوانية وقدرة النظم الزراعية والرعوية على التكيف مع آثار التغير المناخي. يشارك في هذا اليوم التشاوري ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية إضافة إلى عدد من الفاعلين في الولايات الرعوية والزراعية. يوم التشاور الإقليمي لإعداد إطار شراكة مجموعة البنك الدولي في موريتانيا المنظم في مدينة ألاق من طرف البنك الدولي تحت شعار الزراعة والثروة الحيوانية وقدرة النظم الزراعية والرعوية على التكيف مع آثار التغير المناخي، شكل مناسبة للمدير العام للوكالة الوطنية التضامن لمحاربة آثار الاسترقاق وللدمج ولمحاربة الفقر الأستاذ حمدي المحجوب للحديث عن أهمية هذا اليوم في تحديد الأهداف الرئيسية ونتائج الإنمائية حول شراكة بلادنا ومجموعة البنك الدولي. إن هذا الإطار الذي تشاركون اليوم في إعداده سيحدد الأهداف الرئيسية والنتائج الإنمائية التي ستدعم مجموعة البنك الدولي من خلالها بلدنا في جهوده التنموية التي تضمنتها استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تبنتها حكومتنا. أيها السادة والسيدات، لقد تم تنفيذ المرحلة الأخيرة من إطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر لفترة 2010-2015 من طرف الحكومة وفقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشكل مقبول، وقد أظهر التقييم المستقل الذي أشرفت عليه الحكومة لهذه المرحلة نتائج مرضية، وذلك رغم ظرفية دولية صعبة.
الممثل المقيم للبنك الدولي في بلادنا السيد لوران ميسلاتي أكد في مداخلته على المستويات الكبرى للتعاون بين مجموعة البنك الدولي وبلادنا، مبرزا دعم المجموعة للتنمية الجهوية في مختلف ولايات الوطن مساهمة في تنمية موريتانيا التي تعد شريكا مهما لمجموعة البنك الدولي، مستعرضا نماذج من اتفاقيات التعاون المتعددة بين موريتانيا ومجموعة البنك الدولي. والي البراكنة السيد عبد الرحمن والخطري شكر مجموعة البنك الدولي مؤكدا على أهمية هذا اليوم بالنسبة لولاية البراكنة التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة والثروة الحيوانية بشكل أساس، مؤكدا أن اختيار مدينة ألاق لاستضافة هذا الملتقى الهام ليس وليد الصدفة بل ينم عن أهمية ولاية البراكنة الزراعية والرعوية. ويشارك في هذا اليوم التشاوري ممثلون عن مختلف القطاعات الحكومية إضافة إلى عدد من الفاعلين في الولايات الزراعية والرعوية. وهنا في نواكشوط بدأت اليوم أعمال ورشة حول استراتيجية التعاون بين موريتانيا والصندوق العالمي للتنمية الزراعية، وتأتي الورشة التقييمية بعد ما يزيد على 3 عقود من التعاون بين موريتانيا والصندوق تم خلالها تنفيذ العديد من المشاريع. التشاور حول استراتيجية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العالمي للتنمية الزراعية المستمرة منذ ما يزيد على 3 عقود من الزمن موضوع ورشة منظمة في نواكشوط من طرف وزارة الاقتصاد والمالية. الاستراتيجية كان لها دور في التحسين من التنمية في المناطق الريفية، الأمر الذي جعلها موضع نقاش وتقييم مرحلي مستمر. من أجل الدفع بهذا التعاون المتميز نحو الأكمل، نجتمع اليوم لنقاش وتدارس أفضل السبل لتحديد إطار ملائم لتعاوننا المستقبلي عن طريق رسم أبرز محاور موائمة لهذا التعاون مع المسار التنموي الوطني المرسوم في إطار استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي تمثل الإطار الكلي لتسيير التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال الفترة 2016-2030. وخلال افتتاح الورشة تحدث المكلف بمحفظة مشاريع التعاون المدعومة من الصندوق العالمي للتنمية الزراعية عن استراتيجية التعاون بين موريتانيا والصندوق قائلا إنها تمخضت عن تمويل 14 مشروعا بغلاف مالي تجاوز 300 مليون دولار على مدى أكثر من 30 سنة، مضيفا أنها تشهد تقييما كل 5 سنوات تماشيا مع الاستراتيجية الموريتانية للنمو المتسارع والرفاه المشترك. ومن المنتظر أن تؤسس هذه الورشة لمرحلة جديدة ضمن استراتيجية التعاون بين موريتانيا والصندوق العالمي للتنمية الزراعية. انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات ورشة وطنية للمصادقة على التقرير المتعلق بدور تقنيات الإعلام والاتصال في مجال محاربة التطرف لدى الشباب، وتنظم هذه الورشة من طرف مشروع دعم الصحة الإنجابية لدى الشباب المراهقين بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بمشاركة مختلف الفاعلين في الجمعيات والهيئات الشبابية. في ظل ثورة وسائط الاتصال وتقنيات الإعلام المتطورة التي جعلت من العالم قرية إلكترونية صغيرة، تبرز المكانة التي تكتسيها التقنيات الجديدة لوسائل الإعلام والاتصال في التأثير والتفاعل وسرعة الوصول إلى الأهداف المنشودة. وفي هذا الإطار تتنزل فعاليات هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الشباب والرياضة عبر مشروع دعم الصحة الإنجابية لدى الشباب والمراهقين بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك من أجل المصادقة على التقرير المتعلق بدور تقنيات الإعلام والاتصال في مجال محاربة التطرف لدى الشباب. لقد أولى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز للشباب أهمية كبيرة وأعطى تعليماته لحكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدمي من أجل دمج الشباب والنأي به عن الغلو والتطرف وكل الممارسات الضارة. لا يخفى عليكم الدور الكبير الذي تلعبه تقنيات الإعلام والاتصال في المساهمة في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهذا ما حدا بقطاعنا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنظيم هذا النوع من الورشات من أجل تمكين الشباب من اكتساب المهارات التي تساهم بدون شك في دمجهم في الحياة النشطة والاستغلال الأمثل لتقنيات الإعلام والاتصال. وسيعمل قطاعنا على تشجيع وتطوير
مثل هذه الورشات، وذلك من خلال توجيه الدعم الكامل واللازم لكي يمتلك الشباب هذه المهارات الضرورية في عصر التكنولوجيا السريعة والتقنيات الجديدة. المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان السيد حيدر سنات قال بأن الورشة تجسد أحد أهداف الصندوق الرامية إلى تعزيز حضور الشباب في المجال التنموي والعمل على تحصينه من كافة المخاطر التي تعترض سبيله، خاصة التطرف والإرهاب والمسلكيات الهدامة، مشيرا بهذا الصدد إلى دعم الصندوق للاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2015-2020 التي ينفذها قطاع الشباب والرياضة. الورشة المفتتحة اليوم تشمل العديد من العروض والمحاضرات والتقارير المتعلقة بتقنيات الإعلام والاتصال ومحاربة التطرف في الوسط الشبابي. إلى ولاية داخلة نواذيب، حيث انطلقت اليوم في مدينة نواذيب ورشة للمصادقة على ورشة حول التنمية المستدامة لمنطقة نواذيب الحرة منظمة من طرف المنطقة الحرة ومجموعة البنك الدولية. قد جرى خلال هذا اللقاء تقييم مستوى الشراكة بين منطقة نواذيب الحرة ومجموعة البنك الدولي خلال السنوات الأربع الأخيرة واستشراف المرحلة القادمة في التعاون. بعد ورشة واكشوط يأتي انعقاد الورشة الثانية حول واقع التنمية المستدامة في فضاء المنطقة الحرة بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني وشركاء في التنمية. وتناقش ورشة واذيب وضعية مختلف أبعاد ومجالات التنمية المستدامة مع التركيز على قطب الصيد البحري الذي يشكل انطلاقة جديدة في مجال الانتاج وزيادة القدرة التنافسية وتطوير البنية التحتية من موانئ ووحدات صناعية. كما تعلمون إن مشروع منطقة نواذيب الحرة يعتبر إحدى الأولويات الاقتصادية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز لجعل نواذيب قطب امتياز على الصعيد الدولي، مما يتطلب تضحيات جسام والتزام ثابت ودقيق بالتنفيذ وفقا لها على المعايير العالمية في هذا المجال. وفي هذا الإطار، فمنذ انطلاق عملنا قبل 4 سنوات قمنا بربط شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي تقوم على أساس الدعم وتقديم استشارات فنية، فلهم منا كل الشكر والامتنان. لقد سمحت هذه المساعدة التقنية طيلة هذه السنوات بتنفيذ عدة دراسات جدوائية لمشاريعنا الهيكلية الأساسية، علاوة على تنفيذ استراتيجية متعلقة بالقدرة التنافسية لقطب الصيد الأسماك وخارطة الطريق لتطبيق معايير التنمية المستدامة موضوع لقائنا اليوم. ممثلة البنك الدولي السيدة كريستيانا نافارت مورينو قالت إن هذا اللقاء يأتي في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين بهدف معرفة آراء الجميع حول الدراسة التي تراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتثمير المصادر الطبيعية. وعبرت المسؤولة الدولية عن دعم البنك الدولي لمشاريع المنطقة الحرة، خاصة ما يتعلق بمجال ترقية وتطوير قطاع الصيد البحري. عروض فنية تناولت تفاصيل الدراسات الموجزة حول واقع التنمية المستدامة في المنطقة الحرة والمعايير التي تم اعتمادها بهدف تطوير قطب الصيد البحري ومدى انعكاساته على الاقتصاد المحلي ودعم التنمية الاجتماعية. ومن شأن هذا اللقاء أن يساهم في معرفة آراء كافة الفاعلين حول بناء مستقبل التنمية المستدامة في نواذيب كواجهة الاقتصاد الوطني على شمال إفريقيا والقارة الأوروبية. مشاهدينا من المدينة الاقتصادية إلى جديد الاقتصاد هذا المساء مع محمد الأمين والخطري. مساء الخير محمد الأمين. مساء النور الغالية مشاهدي الكرام، نلتقي بعد الفاصل بإذن الله. نبدأ نشرتنا بأسعار أهم العملات العالمية مقابل النقدية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أعلنت شركة صناعة الشاحنات الصينية انخفاض صافي أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 21% لتصل إلى 2.1 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع المبيعات. من جانب آخر، ارتفعت مبيعات السيارات الشهر الماضي على أساس سنوي لتسجيل تعافيا من التراجع الذي سجلته في شهري أبريل ومايو الماضيين.
انخفض الذهب إلى أدنى مستوى له في نحو أسبوعين مع تراجع الإقبال على المخاطرة واستقرار الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعطي إشارات على توقيت رفع أسعار الفائدة مجددا. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الأجلة بنسبة 0.2%، ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبطت الفضة بنسبة 0.5%، بينما ارتفع البلاتيوم بنسبة 0.3%. وفيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. شكرا على المتابعة، نعود إلى القارية، إلى اللقاء. أهلا بكم مجددا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير عدد من المواقع لتنظيم الدولة في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بسبع صواريخ أطلقتها غواصتان روسيتان حربيتان. أوضحت الوزارة في بيان أن الغواصتين الموجودتين في الجزء الشرقي من المتوسط استهدفتا بدقة مواقع مهمة لتنظيم الدولة بما في ذلك مراكز قيادة ومخازن أسلحة وذخيرة، حيث اجتازت الصواريخ في طريقها إلى الأهداف مسافات تراوحت بين 500 و 670 كيلومتر، وتعتبر هذه الضربة السادسة من هذا القبيل منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في سوريا في سبتمبر عام 2015. مشاهدينا، من الأخبار الدولية نعود إلى الأخبار الرياضية مع وردة. مساء الخير وردة. مساء الخير غالي. إذن مشاهدينا، نشط الرياضة بعد غالي. أهلا بكم. تراجع المنتخب الوطني لكرة القدم 12 مركزا في تصنيف الشهر للمنتخبات الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صباح اليوم، وحل المرابطون في المركز 98 خلال التصنيف الجديد على الصعيد الدولي بدلا من المركز 86 الذي احتله المنتخب في تصنيف الشهر الماضي، فيما حل المرابطون في المركز 25 إفريقيا والثاني عشر عربيا. وكان المنتخب الوطني قد أجرى مباراتين وديتين بالتزام مع أيام الفيفا خلال معسكر التدريب الذي أقامه بمدينة أكادير المغربية، وذلك أمام منتخبي كينيا والنيجر على التوالي، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام كينيا فيما خسر في المباراة الثانية أمام النيجر. قال مسؤول المعدات واللوازم بالجهاز الفني المنتخب الوطني الأول لكرة القدم السيد أموينيك سيدي بابا إن المنتخب الوطني شهد تطورا كبيرا على مستوى المعدات والتجهيزات من أقمصة وأحذية إلى غير ذلك من اللوازم التي يحتاجها المنتخب أثناء مبارياته الرسمية والودية. اليوم تطورنا حتى الحمد لله، تطورنا حتى عادوا عندنا دي ماغازين، واحد اللي جونيور، واحد اللي لي كادي، واحد اللي سينيور، واليوم الحمد لله تطورنا حتى بين اللي يكسا كنا نمشوا نلعبوا ماتش من شقلينا مايو واحد من ترك ما طلع عندك حيله قلت شانجي بي اللي جبنا لمن مايو لابس من هذا المدرب كاتي عندنا نجيبوا دي ريزيرف لعله احتمال ينشق واحد منهم والله يجي عليه الدم يقول الاربيت عنه ما طلع قد يلعب بي لابد تشانجي له لمن نيميرو لا يتمرق لمن نيميرو اللي كان عند الجوار وتعطيه له. أعلنت العصبة الوطني كرة القدم عن تأجيل انطلاقة الدوري الوطني أندية الدرجة الأولى كرة القدم عن الموعد الذي كان محددا له سابقا وهو 22 من الشهر الجاري إلى 29 من ذات الشهر. بررت العصبة هذا الإجراء بكونها ملزمة بإعداد تراخيص اللاعبين والحكام والمدربين المشاركين في الدوري لهذا الموسم وفق نظام الرخص الموحد الصادر عن الاتحاد الدولي كرة القدم فيفا، والذي أصبحت جميع الاتحادات الرياضية المعنية بكرة القدم ملزمة به. هذا وسيشهد دوري الموسم الجديد العديد من التحسينات والإضافات التي تصب في تطوير والرفع من مستواه الفني والمالي.
أجمع المشاركون في الدورة التدريبية الخاصة بالمدرب الدرجات الهوائية على أهمية تنظيم هذه الدورة، مطالبين الجهات الوسطية بتنظيم المزيد من الدورات التكوينية المتخصصة خدمة لتطوير هذه الرياضة الأولمبية في بلادنا. جاي من مدينة روسو، جاي شارك في التكوين المدربي درجات الهوائية على مستوى الوطن، والحمد لله رب العالمين، شاكرين فيدراسيون دو سيكليزم وعلى هذا الجهود اللي قيموا لين خلق فيها هذا التكوين اللي عدلنا اليوم واستفدنا فيها، ما شاء الله استفدنا فيها على ياسر من 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 من, من, من تقنيات اللي كانوا خاصيننا، وطالبين ايضا عن يستمر هذا انواع من التكوينات لكي درجات الهوائيه تعود عندها قيمه اكثر في بلادنا. حياتنا نزيدوا نعدلوا ونزيدوا، ما نقولوا انها ما مهم، وهي سبور واحد من يعود عنده راله ويدرب يمشي ينقال على انه هو ولا ماشي تو واحد غلاك ماشي يفوز الاعضاء يصير ريفي لمسكيل ويجبر حمد النشط لعمله ولكل شيء ما يقوم به هو، او نحن ملي ندورو ورك نعدلوا فريق للتركة، وهاي البوكين فيها حالات السيكليس سامي العطيه لنا التينيزيان وحدين هون ونعش يمشوا ندربوا وحدين شي من تركه وحدين مولي الشباب اللي بقول كبار شوي ندربهم عليا ونعطي لهم وضع الشفنا نمشوا عليه. جاي من طرازينا، اول ما غادي يحلق لي ستاج في النهار موريتان واستفيت منه ياسر من النهار وان شاء الله دون باتيكي مع لي زونفون كي سون ايسي. جيت من مدينه نواديبو وكانت الدوره تبارك الله جيده وجبرنا الشهادات وقطعنا بذلنا فيها ياسر من المجهود من اجل الحصول على هذه، واشكر الساده القائمين لها. نهايه نشره الرياضه، شكرا لمتابعتكم وعوده للقناه مشي. شكرا لك وردة بهذه الأخبار الرياضية. مشاهدينا نختم النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس الجمهورية يستقبل بالغسر الرئاسي المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، وتعزيز عمل المنظمة يتصدر جدول اللقاء. مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتضمن إنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إدارية تدعى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية. الوكالة الوطنية التضامن تطلق من مدينة ألاقة أشغال اليوم التشاورية الإقليمي لإعداد إطار الشراكة في المجال الزراعي والرعوية بين بلادنا ومجموعة البنك الدولي. مشاهدينا النشرة انتهت، شكرا لكم على كرم المتابعة، نلتقي بإذن الله في نشرة منتصف الليل بعد قليل، المجلس بيان مجلس الوزراء باللغة الوطنية، إلى اللقاء.